بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا كان يرتبط بالنصوص القانونية والدستورية وكذا بالاجتهاد القضائي، فإنه يرتبط بالأساس بالتطور السياسي والاجتماعي، فهذا التطور هو الذي من شأنه أن يجعل في المستقبل النصوص القانونية وحتى اجتهادات القضاء مجرد تحصيل حاصل. والمثال الواضح على ذلك هو مدونة الأسرة الذي لم يكن للتعديلات المهمة التي تضمنتها لصالح المرأة أن تخضع بنوع من القبول وتخضع طريقها نحو التفعيل، لولا أن الواقع الاجتماعي كان متقدما على النصوص الاجتماعية. فالواقع العيش درست في استحقاقات الجماعية كعضوة في مقاطعة بطانة، بعدها في مجلس الجماعة، وبعدها للرئاسة، لأن كل شيء يأتي بالتدرج وبالتأني وبالصبر، لا بد أن تصل المرأة إلى هدف ما كانت تصل إليه. فلهذا أحث جميع النساء على الانخراط وعلى العمل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ودمتن متألقات وناجحات إن شاء الله. وفرع إضافة الفروع اللي موجودة في المملكة المغربية بصفة عامة، هذا الفرع هو كان حلم بالنسبة للنساء العاصمة لخدمة ساكنة العاصمة، لأنه كان واحد نقص في هذه الإمكانية. والآن الحمد لله حنا تنحضروا لهذا في اللجنة الانتخابية، تنحضروا لهذا الفرع، واللي غادي يكون هو تقريب السياسة للنساء، وهو تأطير النساء باش يكونوا فاعلين سياسيين سواء في المحلي أو في الوطني. حنا كاين انتخابات قادمة، وتنبغيو باش نجدوا النساء باش يكونوا فاعلين، ما يبقاوش متخوفين بالسياسة، لأنه ما يمكن لك تغير الأشياء إلى أحسن إلا لو كنت فاعل سياسي، إلا كنت داخل المؤسسات الترابية، بالنسبة للبرلمان، بالنسبة لجميع المؤسسات، خصك تكون تما داخلها باش يمكن لك تغير الأوضاع إلى أحسن. والمرأة بينات على كفاءتها وجديتها وعلى أنها متثبتة باش توصل الأهداف اللي تتبغي، ومن أحسن الأهداف هي أنه تغير المحلي إلى أحسن والوطني. الدستور المغربي النهوض بحقوق المرأة بشكل عام وبشكل خاص في بعض النقاط، كان مناصفة وكالدور كال la participation de la femme dans le au parlement, les législatif, notamment pour le quota. Et الحزب الحركة الشعبية كحزب ليبرالي فهو من بين premiers défenseurs de ces acquis politiques justement consacrés par le Conseil constitutionnel. En ce qui concerne ce congrès aujourd'hui, qui est un congrès qui régional de Rabat, حنا بالنسبة لنا كان زعما واحد الخطوة نوعية باش النساء ديال الرباط حتى هما يعبروا عن يساهموا في هذا النهوض السياسي، اللي هما مأمنين بأنه كاين هناك واحد التطور اجتماعي يفوق النصوص القانونية ويفوق النصوص الدستورية. إذا فاحنا بالنسبة لنا كسياسيين وكحركيين كان عندنا واحد أمل كبير بأنه راه la révolution, c'est d'abord, ça va commencer, c'est-à-dire par par les acquis sociaux. C'est les acquis sociaux qui vont rendre effectifs
les lois qui ont été votées soit par le Parlement ou consacrées par le Conseil constitutionnel. Ou هذا الشيء هذا شفناه بالنسبه لمدونات الاسره. مدونات الاسره بحال قلتي تبدات ذاتها لان جات في واحد الوقت اللي ولا داك التطور الاجتماعي اللي وقع ولا هذوك النصوص دو ميم سون ديفونو كادوك دونك ولاو كادوك. اذا بحال قلتي هذاك لا ريفورم داك التطور اللي وقع فرض ذاته. اذا حنا بالنسبه لنا بالمشاركه السياسيه للمراه حنا كان اون اسبير باش نمشيو في نفس المسار باش تولي داك التفعيل ديال الحقوق ديالها السياسيه يولي زعما مفعل في الواقع على انستار ديال لي زوتر بي اللي حنا الا خدينا بعض القياسات كنلقاو راسنا باننا باقيين عندنا واحد اون ان تي بو اون ديفازاج بارابور ا سيرتان بي ايفيدامون ديفلوبي. وعلاش لا كنحلموا حتى حنا باش نوصلوا لذاك داك المرحله اللي كتكون فيها المراه سيتادير ريكوني سور تو لي بلان. كنشوف باننا بحال دابا عندك باقي باغ اكزومبل بالنسبه لواحد الدستور كيكون فيه واحد اللبس في القوانين ديالو كاين واحد اللبس بحال كيعطي بيد وتياخذ بيد. اذا كاين واحد الاجتهادات قضائيه اللي كتمشي بعض المره في لو سونس اوبوزي ديال القوانين الدستوريه. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.